الطاقة العامة بتاعته بتقول ان انتو في حاجات كتير بتتغير في حياتك، في حاجات انت بتحاول تغيرها او على استعداد ان انت تغيرها، او هيبقى عندك قابلية ان انت تستقبل حاجات مختلفة عن حياتك العادية او روتينك العادي. اوكي، شايفة ان انت عندك فتحة بداية جديدة. بداية جديدة دي هي خروج من عتمة او حاجة انت ما كنتش واخد يعني كنتش واخد بالك منها، او مشكلة ما كانتش عايزة تتحل وهتتحل. او بداية جديدة في اي حاجة بقى، في شغل، في حياة اجتماعية، في حياة عاطفية. بس اللي انا شايفاه ان في نهاية عتمة، في نهاية تقلبات حياتية كانت موجودة، وموجودة بشكل كانت يعني مظلمة عليك، وكان فيها حاجات مختلفة تحس كده ان ملهاش نهاية. لا، اللي انا شايفاه ان في فتحة خير جاية لكم قريب. اوكي، انتوا يعني انتوا لسه ما وصلتوش للباب، يعني الباب لسه قدامه شوية، بس انتوا على مشارف الابواب بتاعتها، فما تقلقوش من الناحية دي، انتوا هتوصلوا للباب اللي انتوا عايزينه. زي ما بيقولوا كده، اللي بيطلب باب بيدير يعني ربنا بيدير مفتاحه. فشايفة ان انتوا طالبين باب تخرجوا منه، او منفذ تخرجوا منه من المشاكل اللي عندكم دي، وقريب جدا هتلاقوا الرد متاح ليكوا يعني. اوكي، الطاقة اللي بعد كده نشوفها لبرج الميزان هي طاقة العمل. تعالوا نشوف اخبار طاقة العمل، عشان في ناس كتير كانت بتسأل على العمل، مشاكل العمل، مشاكل المادية، في مشاكل كتير عندكم. تعالوا نشوف اخبارها ايه، هتحل الشهر ده ولا نستنى شوية كمان؟ طيب اوكي، اللي انا شايفاه ان انتوا مفيش تطورات في العمل بقالها فترة، الموضوع كان مؤثر عليكم سلبيا ونفسيا، الموضوع كان بالنسبة لكم روتين يومي او ضائقة مادية مخلياكم مش عارفين تبتدوا كويس، او مش عارفين يعني تعوضوا حياتكم الاجتماعية بالماديات اللي بتاخدوها دي، يا دوبك اللي بتاخدوا بتصرفوا، فبالنسبة لك انت كده ما بتشتغلش او متضايق من المعلومة دي. شايفة كمان ان انت يمكن احداث العمل بتدور حواليك بسرعة، يعني انت ممكن تكون بتشتغل في حاجة، لو في شركات منافسة هتلاقيها ماشية ناحية النجاح وبتنجح والدنيا ماشية معاها كويس، وانت تلاقي في حاجة عندك معكوسة او الدنيا عندك نايمة، فانت مش بتبقى فاهم في ايه. اوكي، شايفة ان المشاكل دي كلها لا، كانت واخدة لها سنين يعني الموضوع، عشان كده انتوا تسألوا يعني الطاقة اللي قدامي دي بقالها سنين، الموضوع مش من سنة ولا من سنتين، ومش بسبب المشاكل اللي احنا فيها دي، لا دي مطولة معاكم من فترة يعني. اوكي، شايفة ان انت وصلت المرحلة ان انت كنت بتقول على نفسك انا ماليش حظ في الشغل ولا في حاجة انا بعملها لنفسي. طيب الموضوع ده هيتحل على ايه بقى؟ اوكي، اول مشكلة معانا هي المشاكل ان انت ما بتعرفش تحوش من الفلوس بتاعتك، وشايفة ان في ناس كتير عندها محاكم او اوراق حكومية ما بتخلص. ان شاء الله المشكلتين دول اول مشكلتين هيتحلوا واحدة واحدة. ماشي، شايفة كمان ان المنافسة بينك وبين شركة قريبة منك او شغل قريب منك او حاجة مشابهة جدا للي انت بتعمله على طول فيها منافسة، المنافسة هتفضل موجودة، بس انت الطاقة بتاعتك هتتضخم اكتر. يعني انت ممكن تبقى في الاول انت ما كنتش قادر ان انت تنافس الشخص اللي قدامك ده، لا انت هتوصل لنفس الريتم بتاعه. يعني هو مثلا شخص مشهور وعنده زباين كتير، انت مش شخص مشهور بس زباين بتاعك قليلين، انت هتوصل لنفس الليفل اللي هو فيه وهتقدروا تنافسوا بعض. تمام، فالمنافسة مش هتفضى، بس هتبقوا سيم تو سيم، يعني انتوا الاتنين على نفس الوتيرة. اوكي، شايف ان عندك فرصة جاية لك في العمل، فرصة جاية لك على اسمك انت خلال شهر او خلال سنة. اوكي، او خلال السنة دي، يعني لو هي مش شهر يبقى خلال السنة دي. ف
فإن شاء الله خير. بس اللي ليه مشاكل حكومية أو في ورق حكومي متعلق، لا الأيام اللي جاية هتخلص إن شاء الله خير. الطاقة المادية دي تاني طاقة عامة معانا بحسب قناة فيفوتارو لأعزائي برج الميزان. الطاقة المادية بتقول إن أنت عندك حاجات كتير قوي مطلوبة منك إن أنت تصرف أو تشتريها. الموضوع بالنسبة لك إن أنت مش قادر ومش عارف يعني تظبطها ازاي، ومش شايف ان انت لوحدك في ده ومفيش حد بيسند معاك. لا الايام اللي جاية المشاكل اللي عندك دي او المصاريف الزيادة اللي عندك دي هتقل شوية. شايفة كمان ان في حد تاني هيعمل لك سبورت، ممكن حد تستلف منه فلوس، ممكن تطلب زيادة في المرتب او تعمل جمعية او تفك يعني تفك الشهادة استثمار. شايفة ان في ورق بيتفك عشان يطلع لك فلوس، ممكن ده يكون ميراث كمان بس مش ميراث وفاء، يعني ميراث قديم، فلوس انت كنت شايلها من حاجة قديمة. ممكن يعني عارف لما حد بيورث وبيدي الفلوس لولاده حاجة كده، يعني هتبقى عاملة زي كده. اوكي بس هي المشكلة ان اللي قدامي في الطاقة بتاعت طاقة الماديات دي بالنسبة لكم الشهر ده هي ستيل موجودة بس بتخف واحدة واحدة. شايفة ان انت عندك ارتباطات مادية او مواعيد المفروض تخلص فيها حاجات انت متأخر عنها، فده كمان مضايقك. طيب نشوف حلها ايه وامتى. طيب الضائقة المالية دي ان شاء الله اللي انا قدامي ان فترة السنين العجاف دول بتنتهي ان شاء الله، فالايام اللي جاية هيبقى فيها خير عن الفترات اللي فاتت. فترة الانتظار هتخف. شايفة ان في حد عمل لك حاجة، يعني اغلبكم عمل لكم حاجة في رزقكم، عمل لكم سحر في حاجة مربوطة من ناحية المال، بس شايفة ان في شفا منها قريب. اوكي شايف ان انت هتقدر تتخطى المشكلة دي في وقت قياسي يعني، فما تقلقش من الناحية دي. شايف ان انت بتحصن نفسك وفي عندك طاقة شفا من السحر. الطاقة اللي بعد كده هي طاقة الدراسة بحسب قناة فيفوتارو الأعزائي برج الميزان. شايفة ان انتوا متضايقين من الدراسة، مخنوقين، بتذاكروا تمام، ما عندكمش مشاكل في المذاكرة، ولمين اكبر قدر ممكن تقدروا تلموه، بس اللي انتوا حاسين بيه ان انتوا ممكن الموضوع يطول شوية في الأزمة اللي احنا فيها، ف شايفين انتوا مش هتوصلوا للحاجة اللي انتوا عايزينها. لا انتوا هتوصلوا للحاجة اللي انتوا عايزينها، يعني اللي عايز ينجح هينجح، هتعرفوا تنجح عشان انتوا مذاكرين. اللي انا شايفين انتوا تعبانين، يعني اللي هو انت بقالك فترة ماسك حاجة عمالة تخلصها، ممكن يكون منهج، ممكن يكون كذا مادة مع بعض. شايفة ان انتم مخلصين قدر كبير جدا منها. الطاقة الذهنية عندكم كويسة، هي مفيش قدامي بس غير الطاقة الصحية هي اللي ممكن محتاجة ان انت تهتم بيها شوية الأيام اللي جاية، وبقى كده انت ظبطت كل الجوانب فان شاء الله خير. شايفة اجتماعيا الناس اللي حواليك بتحاول على قد ما تقدر ان هي ما تضغطكش زيادة او ما يجوش عليك، بس لو جم عليك بيبقى غصب عنهم، مش بيبقى قاصدين ان هم يعملوا كده. الطاقة اللي بعد كده هي طاقة البيت، الأصدقاء، دايرة مقربة منك يا برج الميزان. اوكي بحسب قناة فيفوتارو دي ربع طاقة معينة عامة. طيب شايفة ان في مشكلة محيراك او في مشكلة بين أسرتين، بيتين، شخصيتين موجودين، والمشكلتين متعلقين بماديات. اوكي شايفة ان انت هتحل واحدة منهم او انت معاك حل واحدة فيهم، بس انت خايف ان انت لو حليت مشكلة تانية يزعل او حليت مشكلة تانية تتفاقم، فانت عايز يعني توازن الموضوع شوية. اوكي في ناس فيكو اللي بتستعد لحياة جديدة وتستعد النقلة من بيت لبيت ان شاء الله خير. شايفة كمان ان في حد متضايق منك او زعلان منك واخد على خاطره منك، الطاقة بتاعته موجودة بالنسبة له ان هو انت تخليت عنه او انت يعني مش عاطيله انتو وهان عليك. انا مش عارفة مين الشخص ده، بس اللي انا شايفه ان هو حد على قد ما هو زعلان منك او على قد ما هو
حاسس ان انت سايبه لوحده، بس هو مش بيقدر ان هو يبعد عنك او ان هو يسيبك. ممكن اخ، ممكن صديق، ممكن قريب، بس الطاقة بتاعت الشخص ده حد انت عزيز على قلبه، فانت هو حاسس بيك بس مش عارف يعمل لك ايه، وفي نفس الوقت حاسس ان هو لوحده فهو مش عارف يتصرف، هو مش فاهم يعمل ايه. الطاقة اللي بعد كده هي الطاقة العاطفية. أول طاقة عاطفية معانا هي طاقة سنجل برج الميزان. طاقة سنجل برج الميزان شايفة إن في الطاقة بتاعتك قريب منها أوي، سول ميت أو سول ميت ما قابلتوش. يعني ممكن في سول ميت كتير احنا ممكن نقابلهم، في كذا سول ميت في حياتنا، ممكن يكون صديق، ممكن يكون حبيب، ممكن يكون أخ، بيبقى روحك مقسومة على اتنين. لا، الطاقة دي بتاعت حبيب بقى، بس الشخص ده انت ما قابلتوش قبل كده، الشخص ده انت لسه هتقابلوش، الشخص ده شايف ان هو موجود في الطاقة بتاعتك قريب جدا، هتتعرف عليه. الشخص ده من برج ترابي او من برج هوائي. اوكي، شايفة ان الطاقة بتاعته قريبة منك جدا، بس انت يمكن ما تعرفش عنها حاجة، فالموضوع بالنسبة لك اعمل ايه؟ يعني انت لو قابلته هتبقى مش عارف تتصرف ازاي، بس شايف ان في حد هيساعدك في ده. الطاقة اللي بعد كده طاقة مرتبطين برج الميزان. طاقة مرتبطين برج الميزان شايفة ان انت والشريك محتاجين تتكلموا مع بعض في كذا نقطة، عشان الطاقة اللي قدامي هو انتوا الاتنين ذهنيا مستقرين، اوكي، عاطفيا مستقرين، كلميا ان طريقة التواصل بس هي اللي مش مستقرة. يعني انتوا الاتنين بتعرفوا تتكلموا مع بعض جدا، فكرة ان انتوا تنفصلوا عن بعض دي مش موجودة، بس الفكرة اللي قدامي او الطاقة اللي قدامي دي ان انتوا الاتنين ما بتعرفوش تتواصلوا مع بعض، ما بتعرفوش تفهموا بعض انتوا عايزين ايه. شايفة ان كان في مشاكل عائلية، مشاكل ليها علاقة ببيت او بسكن او علاقة بعمل، مكان بجدران، المشاكل بتاعتها هتنتهي الأيام اللي جاية. وشايفة ان التواصل بينكو هيبقى كبير. اغلب الطاقات اللي قدامي طاقات هوائية ونارية. اوكي، شايفة ان انتوا الاتنين هتتكلموا مع بعض، كل واحد هيشرح ايه اللي مضايقه من التاني، ايه اللي وجعه من التاني، وشايفة ان انتوا الاتنين يعني اذكياء زيادة عن اللزوم، فلما بتتذاكوا زيادة التاني بيبقى قفشك وانت بتبقى قفشه، فالفكرة هنا ان انتوا ما بتعرفوش تتذاكوا على بعض، بس هتوصلوا لحل. انتوا بس محتاجين تقعدوا مع بعض شوية، بتوصلوا لنقطة، نقطة وسط تحلوا بيها مشاكلكم. الطاقة اللي بعد كده هي طاقة منفصلين برج الميزان. طاقة منفصلين برج الميزان بتقول انتبه للعلامات الحمراء. يعني ايه؟ يعني خلي بالك من الحاجات اللي انت بتعملها، بلاش تعمل حاجة ويرد قوي اليومين دول، او بلاش تعمل حاجة غريبة ممكن تتاخد عليك او على سمعتك، اذا كنت شاب او بنت او راجل او سيدة. الفكرة هنا مش في النوع ذكر او انثى، الفكرة هنا ان انتوا الاتنين الناس بتكلم كتير قوي حواليكوا، عشان تصرفاتكوا على طول باينة، تمام، فخلي بالكم من تصرفاتكم الايام اللي جاية. الطاقة اللي بعد كده هي طاقة مطلقين برج الميزان. طاقة مطلقين برج الميزان شايفة ان انت كنت واخد حد يعني فكرة، وشخص ده هيبان على اصله قريب جدا، او هيبان ان هو شخص يمكن انت كنت واخد عنه فكرة غلط، ممكن يكون شخص كويس وانت شايفه وحش، او هو شخص حلو شخص وحش وانت كنت شايفه حلو، مش عارف ايا كان ايه الوضع، انت كنت شايفه بطريقة مختلفة، هو هيظهر على حقيقته اليومين الجايين، معدنه هيبان يعني، فحاول على قد ما تقدر ما تتصدمش في اللي هيحصل. اوكي، في عندكم زوايا كتير قوي مع برج ناري. الطاقة اللي بعد كده هي طاقة متزوجين برج الميزان. طاقة متزوجين برج الميزان شايفة ان الطاقة بتاعتكو الخصوبة فيها عالية، فلو بتفكروا في الانجاب ده وقت مناسب، لو مش بتفكروا خدوا احتياطاتكم.